أهلا بكم مع حلقة جديدة من نحن أصدقائك، هذا البرنامج الأسبوعي اللي يأتيكم دائما عبر الفضائية الكويتية ويهتم بأنشطة مرافق شركة المشروعات السياحية. سننطلق سريعا إلى منتزه الخيران، فتحت رعاية وحضور معالي وزير الإعلام الأستاذ محمد عبدالله أبو الحسن، افتتحت جمعية المعلمين الكويتية وللسنة الثانية على التوالي مهرجان السياحة الثاني الذي حمل شعار ربيعنا يجمعنا. أهلا هلا فيكم جمعية المعلمين، تحييكم مع الأحباب بربيع يجمعكم، نقول يا هلا فيكم، العلم والسمر معاكم، يطيب أوقاتنا ويسليكم، تزهى الدار بمعاليكم، والخير منكم وفيكم. أهلا هلا فيكم يا حاضرين، مرحبا فيكم. من جمعية المعلمين من كل مخلص فيها يجول، يقدم لكم وردة من أحلى الورود، عنوانها ربيع يجمعكم، حامل بدينا كل العبود. أهلا هلا فيكم بالورد والفرح نرحب فيكم. يطيب لي مشاركتكم في مهرجانكم السياحي الثاني في هذا الصرح السياحي المميز في الخيران، ومبادرة من جمعية المعلمين الكويتية التي طالما تميزت بمبادراتها النوعية والخيرة وطنيا واجتماعيا وتنمويا، فعبرت عن نشاطاتها المشرقة بأنها سباقة إلى إطلاق المشاريع التي تجمع بين إبداع الفكرة وحسن التنظيم وبين تصميم الإرادة والأهداف النبيلة. فبمثل هذا النهج في الحقيقة تتقدم الكويت دولة ومجتمع وأفراد، وبمثل هذه المناسبات ومدلولاتها نرتقي ونصل إلى أفضل ما نصب إليه لحاضرنا ولمستقبل أجيالنا. ما تقومون به الآن هو خلق للوعي. هذه التظاهرة ليس المراد منها فقط الترفيه عن عدد الحضور اليوم، إنما هو زرع رسالة واضحة في أذهانكم وأذهان الجيل القادم الذين نراهم الآن في هذا الحضور. الجمعية تهتم في جزء رئيسي من الترفيه، وهو الترفيه البريء، السياحة. وأي مجتمع يجب أن يفتخر، وأي بلد يجب أن يتأكد من أن معطيات السياحة موجودة لديه إذا أحسن استخدامها. القصة مو قصة فقط مناخ وقصة جبال وقصة وديان وقصة أنهر، إنما القصة هي قصة خلق ما هو ممكن للترفيه البريء والواعي. والسياحة في مفهومها الشامل ومفهومها الضيق يختصر ويختزل في التجمع من أجل الفرح ومن أجل قضاء وقت ممتع والاستفادة والتمتع من عناء يوم طويل أو أشهر طويلة.
نحن كقطاع في وزارة الإعلام مهتمين في السياحة، نؤمن بأن ما تقومون فيه هو مساندة ضرورية وأساسية لما تقوم فيه الدولة في قطاع السياحة. فكما تعلمون أنه قبل أيام عديدة فقط انتهينا من منتدى كبير جدا شاركت فيه جميع دول الخليج، وشارك فيه أيضا شاركت فيه منظمة السياحة الدولية لخلق وعي مماثل لما تقوم فيه جمعيتكم، لكن على مستوى الدولة فيما يتعلق في تأصيل مفهوم السياحة وتوفير الآليات المناسبة لها وتنشيط السياحة أولا الداخلية فيما يتعلق في ربط الكويتيين بأرضهم ودعوتهم للإيمان بأن لديهم الكثير مما يمكن إذا ما أحسنوا استغلاله أن يقضوا وقتا أطول في الكويت وأن يوفروا عليهم وعلى عوائلهم السفر إلى الخارج والنفقات الإضافية الباهظة. كنت في اليوم في لقاء في تلفزيون الكويت حول مهرجان الأسرة في برنامج بيتك، فالحقيقة وجه لي هذا السؤال اللي تفضل فيه معالي الوزير وقالوا: هل تعتقد بأن الكويت بيئة صالحة لأن تكون دولة سياحية بالرغم من حرارة الطقس؟ وطبعا تعرفون مقومات الطقس في الكويت. قلت لهم أنا أعتقد أن بكل، وأقولها قلت لهم بكل قناعة، أن الكويت ممكن أن تكون دولة مثالية لجذب السياح، لأن مفهوم السياحة مفهوم طبعا واسع، ومثل ما تفضل مع الوزير هي مو قضية يعني حفلات وسهرات، وإنما الهدف من السياحة هو أن الإنسان يغير الجو، وطبيعة المجتمع الكويتي طبيعة منفتحة منذ نشأة هذا المجتمع، فهم يعني طبيعة من قديم الزمان هم يحبون السفر والانطلاق والانفتاح على الشعوب، فلهم حقيقة ثقافة سياحية عالية جدا أكثر من أي مجتمع وأي بلد، وهذه أنا أقولها وأنا على يقين لأني جزء من هذا المجتمع. فإذا يعني الشعب الكويتي شعب تتوفر فيه مقومات نجاح السياحة، الإمكانيات طبعا أعتقد الحمد لله اليوم البلد مليئة بالفنادق والمطاعم اللي يعني المتنوعة والعديدة والمجمعات، واليوم هدف السياحة يعني هدف حقيقة كبير، لما يصير معرض مثلا يجتذب مئات الشركات من خارج الكويت وتمتل الفنادق، هذه صورة من صور السياحة وجذب الناس إلى هذا البلد. وبالمناسبة وعلى هامش مهرجان السياحة الثاني، قام معالي وزير الإعلام بجولة في معرض الصور الفوتوغرافية الذي أقيم بالمناسبة. الطيور اللي عندنا هنا بالكويت صور، يعني يصدق ان هذا عند الكويت؟ اقول لك يعني حتى الورد شوفه يعني من التواصل اللي عندنا عند الكويت. هذا الكويت مسجلين في جمعيات ولا لا؟ تاكدوا مش الاولويه حق اللي مسجلين في جمعيات. Thank you.
انتزه الخيران راح نتوجه إلى المدينة الترفيهية. مهرجان الربيع اللي انطلق في المدينة الترفيهية ما زال يواصل فعالياته في المدينة حتى 5 فبراير المقبل. وصلنا معكم إلى ختام جولتنا في مرافق شركة المشروعات السياحية. الأسبوع المقبل إن شاء الله يتجدد اللقاء. لا تنسى عزيزي المشاهد بأن دائما نحن أصدقائك.